مبروك، ابتدت الدورة الشهرية عندك وبقيتي آنسة، يعني إن شاء الله بإذن الله بعد كده هتبقي مدام وهيبقى عندك أولاد. طيب الدورة ابتدت، يعني معنى كده دي حاجة مهمة جدا في حياة البنت. أول ما بتحصل بتبقى في فرحة عند مامتها، وبيبقى هي عندها خوف ورهبة، وبتبتدي تفكر طب يا ترى أنا دلوقتي ده فيه ألم، فيه ألم، طب أنا هقعد في البيت. لو اتحركتي وعملتي نشاطاتك الطبيعية ونسيتي خالص ان في دم نازل، مش هتحسي بأي قلق. روحي المدرسة زي ما بتروحي المدرسة، خرجي زي ما بتخرجي، مارسي الرياضات اللي بتمارسيها، عيشي الحياة اللي بتحبيها، وانتي تنسي الألم خالص. ما تصدقيش حكاية ما تستحميش، ما تقصيش ضوافرك، ما تعمليش شعرك، ما تقصيش شعرك، كل ده كلام يعني ملوش أي لازمة. احنا بنعمل كل النشاط المتاح والغير متاح. خلاص انت كبرتي دلوقتي وتقدري تعملي كل حاجة لوحدك. في حاجة مهمة بقى، في حاجتين بالتحديد ما بنعملهمش واحنا علينا الدورة. الحاجة الاولانية ان انا انزل البحر، الحاجة التانية ان انا انزل البسين، لان المهبل بيبقى مفتوح وفي دم، فممكن تحصل التهابات في عنق الرحم، واحنا مش عايزين ده وانت بنت.